ككل موسم يطل المصمم اللبناني إلي صعب في أسبوع الموضة الباريسي. مجموعة إلي صعب لربيع وصيف 2012 للألبسة الجاهزة امتزجت فيها الألوان وتعانقت على مسرح أنشئ خصيصاً له. العارضات ظهرن كعرائس المروج وسط حديقة التويلري الباريسية. إلي صعب نحن منفتخر فيك مصمم لبناني عالمي ومنحب نتابع على طول. Je suis très curieuse par rapport aux vêtements qu'il fait. J'ai trouvé ça très joli. À part la mode, il veut vraiment embellir les femmes, faire la femme belle, féminine et la mettre en valeur. مجموعة صعب لهذا الموسم جمعت ما بين البساطة والروكي. ألوانها امتزج فيها بهاء الربيع بحرارة الصيف. فالأزرق والأخضر كان طاغيان بشكل ملفت. كان عبالي غير، كان عبالي شوف المرأة بالصيف بألوان شوي قوية عن العادة يلي بستعملها. في إقبال على تغيير الألوان والست حابة إنه تلبس ألوان. تميزت مجموعة إلي صعب لربيع وصيف 2012 بالفساتين الطويلة الفضفاضة التي خيطت من الموسلين لتبرز جمال جسد المرأة، فجاءت ملائمة ليوميات المرأة العصرية وأناقت المناسبات الخاصة. استعملت قماش كتير خفيف، استعملت قماش شوي أتقل، لأن كتير فكرت بهاي الكولكشن بأنه المرأة تكون مرتاحة بالفستان اللي لبسته. من هيك كتير عملت تنانير وفساتين من تحت واسعين أنه تقدر تقعد وترتاح فيهم. كتير فكرت بالراحة وبالستيل تبعي العادي اللي بستعمله هالمرة. إلي صعب من أشهر مصممي الأزياء العالميين، ألبس أهم المشاهير والنجوم وترك بصماته المميزة في عالم الموضة.